بون خوتنا، السلام عليكم. معكم خوكم جالي في تربية الحسون. كما شفتوا ظاهرة غسل المقنين في البيدون تاع النشافة، هاي ظاهرة جديدة وتبهديلة جديدة في 2023، ظاهرة ترويض الحسون بتيتين تاع التربولات هذيك ولا الخيط مع العود، ويرميو المقنين بالعود يطير عاود يرجع في العود. هذه تبهديلة جديدة وغلطة كبيرة ياسر. خوتنا هذا فراشة مربيه ربطوا بالخيط، انا نعرف غير الكلب اللي يربطوه بالخيط. حرام عليكم يا ناس، هدية مقنين يحب الحرية. ايماجين توا طيرته بالعود دار له عرقته ومات، دكاها في قدر الله، انتم اللي قدرتوه. تكسرت له رجله، حرام عليكم. هدية ماهوش ترويض، هذا ماهوش دريساج. خوتنا اتغاو عليها، ملي تشوفوا عنده غلطة دير فيديو بعتولي انستغرام نعلقوا عليه ديريكتومون. هدية ظهرة جديدة وخطيرة، راهي راحت.